الآن عندنا فقرة ترفيهية راح تكون ابتداءً مع الأستاذ نمير فاق أحمد، فليتفضل. مشكور. احنا بدينا فقرات الترفيه ويا استاذ امير لانه هو المعروف وهو اكثر فكاهه شوي يعني خاصه بالدار ويانا و... المهم استاذ امير راح عندي ويا مسك الابتداء وليس مسك الختام. بما انه هو شوي حرفوش وايد راح نتقمص شخصيته. جاهز؟ اول شيء انا اتقمص شخصيته. ها جاهز. استاذ امير يطب واحد يزمي مايك. فجوه بينه وبينه انه هو كان دائما كان قريب من عند مسافه الكلمه. مرحبا شباب. تذكرت من شغله من جد بقيتكم في اليوم قريت كنت احب الشاعر اسمه عمرو القيس. عمرو القيس اسمعني عمرو القيس كان يعني شاعر يسموه ماجن يعني يدور شرب وما اعرف ايش وعايش بعيد عن اسمعني حبيبي. قلت له ابوه وصل الخبر قالوا يا ترى ابوك مات. هو كان قاعد بحفله ما قطع الحفله مالته. ايش قال؟ قال حملتني صغيرا وحملتني ثاره كبيرا لاسكر اليوم واصحو غدا فاليوم خمر وغد امر. هاي العبارة الأخيرة مالتي صارت مثل، كل الناس يقول اليوم خمر وغد امر. اليوم احنا هنا قاعدين نحتفل. وباكر إن شاء الله تخلون هاي الصفحة الفاتت اللي صار لنا حوالي 9 أشهر و10 أشهر هلكنا. هلكنا كلكم تعرفون ايش قد تعبنا. بس أنا أريد الأربع هاي 70 يوم الباقية وال 80 يوم الباقية يطلعون دهنكم. ترى ماكو تعب يسوى بقد هاي الأيام الباقية. اللي تعبتوه كله خلي يوليه واللي وراها راح تتعبون سنين جايه بالكل يا خلي ولي. الايام الباقيه هي اهم ما عندك. يعني انا ما اقبل اي واحد من اللي شفتهم السنه اللي انتم مستواكم السنه كلش حلو. ما اقبل غير درجه واحده البكالوريا. ايش قال؟ شكرا استاذ نبيل. الان يتقدم استاذ عبد الجبار يتفضل على الستيج.
شباب عندنا محمد فارس دريت حشش. محمد فارس راح يتمم شخصية استاذ عبد الجبار، يعني ولو هو ما يقدر يوصل لهذه الكلمة، بس بعتذر بعتذر إذا يعني. السلام عليكم شباب. ما يشتغل انت ليش
ماشي يا شباب. استنى عمار طبعا لما يفوت للصف مرة يعني فاتني بالمقلوب يعني هاي الباب يجي. السلام عليكم شباب. هاي واحد كان يب في امتحان نص السنة طلاب قاعد 30 طالب استاذ عمار استغربت منه بدا من الواحد يقول لها بتبدي من 38 وصار 38 37 شكرا استاذ عمار تعب شكرا جزيلا الله يخليك هسه اجتنا هواي طلبات بعد اخذوا الواسط كلهم اليوم قالوا الكل مع احترام لو اعتزازا بالكل راح ناخذ بعد ربع ساعه وراح نبدي شهادات تقريريه اول شيء راح نبدي يتفضل مريض انت بس يا مدير ان طالب يحب يتفرج على عادي لو مو عادي اوكي صلاحيه لنا احمد الرياض تفضل